يا مال القوم الخاله، هذا واحد اللي ما حسبنا حسابه. يلا يا ربي، انت قبيله، انت يعني الحين انت حليمه ابن من بابا. خلي بابا، بابا ايش اسم بابا هذا؟ ايش اسم بابا انت؟ عثمان خرطو، ايش اسمه؟ ايش اسم بابا انت؟ حليمه؟ يا يا بابا انت، معلم بابا، بابا حي ابوس حي عثمان. عثمان. ونعم ونعم عثمان. بابا عثمان هذا مين بابا هو؟ بابا انا. ايوه بابا، بابا بابا ابو ابوس، من هو؟ عثمان أميس. وش اسمه؟ عثمان أميس قميص. وشو اخر الاسم؟ وش اسمه؟ فبابا عثمان ابن ايش؟ أميس. انيس، ابن انيس. طيب لا 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 ابن انيس هذا، ايش اللي يعني مثلا هو يشوف كله؟ انت بابا يشوف انت، انا انت يشوف انا، انت كلام انا، هو معلوم انا هريمة. ايش اسم انت؟ هريمة. حليمة عثمان بنت هذا. ايش اسم اخت انت يشوف هذا تيك توك؟ اهل انت، ما دام انت اهل انت في قرية، هو يشوف هذا بث انت يشوف انت؟ تدرون اهلها يتابعوني عيال؟ ابن خميسة يعني ذا، تدرون اهلها عيال؟ تدرون اهلها يتابعونا؟ اقسم بالله تقول اهلي يتابعونك. رحت طقت لها جوال بس اني ما حملت لها البرنامج. الله. حليمه يس بابا، ان شاء الله اكون عند قد ثقه انت فيني. انت من يوم تقولين بابا ابشري والله بالعلوم الزينه. اوكي حليمه بابا، انا هنا ايش؟ بابا هذا ماما حقنا. ايش انت كلام ماما؟ انا مدير بابا. كبير هنا، انا برنس، انا معلوم برنس، معليش من كفوف امي فيني، انا برنس واضح، برنس كبير انا هنا معلوم. سوى يعني كيف اقولها؟ تاجر بالانجليزي يا عيال، التاجر بالانجليزي كيف يعني؟ يعني كاني عندهم، كاني زي سابق الراجحي، كيف اقول؟ ايوه تكفى يا ليت تفهمني. الكلام واجد ولا اقدر القط